لا بس لا قبل ما تغسلهم، بس وحطهم الاول قبل ما تغسلهم، رصصهم بس، رصصهم على بعض، ايه ها عدلهم على ازرقه. مش كده مش كده مش كده، هقول لك بالهدى بالهدى، بفهم بالهدى بالهدى. تنفس شهيق زفير، امسك الخضره كلها كده، بص امسك الخضره كلها على بعضها كده اهو في ايدك كده زي ما الناس كلها ماسكاها. يلا يلا امسكها. ايه ايه ده؟ ها؟ مسكته وبعدين؟ الخضرة كلها كلها، جمع الخضرة كلها. قال احنا مش هنحط على الصلصة دلوقتي، كفاية دول. شوف ايه؟ عشان ما تقطفهاش وتتعب نفسك، عشان انت كراجل انا هعلمك وصفة الخضرة تنظفها بسرعة. حط عليها شوية مية، حط عليها شوية نص ليمون. امسك الخضرة من تحت من وجهها دي، امسك الخضره من هنا، برافو عليك. سيب الايد التانيه، اعمل كده اهو، اعمل بالارض. وكي مربوطه، لا فك الرابطه يا حبيبتي يا شنطش هتتعذب. يلا ماشي ماشي. لا لا هلا بتسقي المطبخ، حيكون عندك الحيطان تنط فيها يمكن. هاي في خضرة وقعت في الأرض، صارت كلها بالأرض مع وشيش. شو هالطريقة بلا طعم؟ امسكها بس كويس، امسكها كويس، امسكها كويس، نفضها كمان تنفيض، امسكها كويس من النص، نفضها. هل بيعرفوا حلوة هي المنزوعة بتنزل لوحدها يعني؟ ما فهمتكش. أنا بشوف ده حد عايزنا، ده حد من فلذاتنا. ماما صارت طبخة على الأرض. ما بيسر ما بيسر، عامل هلك طبخ. شايفة؟ ما بيسر ما بيسر. لك البقدونس على الأرض. الله يسلمك يا فندم، الله يسلمك. جوا هلا ما في كهرباء صح؟ ما في قلب كهرباء بعد. طيب ومالك؟ جوزيف. نعم. نتفت الخضرة؟ لما أنت عملتها كده هي نتفت؟ روعة كثير نطفت، ما عادش باقي شيء بايدي، ما بقيش غير هيدي وقع الكزبرة كلها على الأرض. يا ابني بقول لك امسكها كويس، بقول لك كده واعملها كده. بس انت شو متوقع ينزل؟ عشان تعمليني الملك الله يخليك. يلا يلا جاي جاي. أنا بشيله ده. إيه؟ ما تي يا ما تي يا أختي ساعديه يا أختي، بدل ما أنت واقفة جنبي وعمالة تتكلمي، أنت هتاكلي على الجاهز. أنت هتاكلي على الجاهز في النهار الأزرق أنت. نهار أزرق. والنيل. انت يا تعالى هتقولي طبق فاضي يا بنت اور فيه؟ انا بشيله من هنا. لا ما بيصير ما بيصير. طبق فاضي. ايه لا بس بشيله هيك لحد جاي لحتى ما يصير كلمه كذبه. يلا بسيطه بس هيك ضربه صغيره. ايه سلمت. بقول لك ينظف الخضره اللي انت ماسكها دي يا جوزيف كويس؟ ايه؟ اديها للولاد دي دلوقتي، اديها للولاد دي تتنظفها وتخرطها. ده الولايه اللي جنبك دي. تنط ها؟ برافو. اه انت ولايه انت؟ امال انا مش هتعرف تنط، انت ولايه. تعالي لي كده. تعالي يا مرحبا. قال مرحبا يا خالتي. يلا خالتي امسك الخضره دي نضفيها وخرطيها رفيع، سامعاني ولا لا؟ لا تخريط فيني خرط بالمكنه، عندي المكنه. خليها هي تخرطها بس بايديها، ما ينفعش المكنه، خليها تخرطها. خد يا خاله. مرحبا. انا عايز الخضره دي زي الفل، سامعاني ولا لا؟ امال هتقلع انت جايبها منين الست دي؟ من بنجلاديش الشنطه. ايه يعني يعني ما تستعملش هاي؟